أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قرار بشأن الإجراءات التنظيمية للإسكان من أجل زيادة تحقيق ما هو في صالح المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية، ومنها إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية وضمان استمرارية الطلب الإسكاني. وأشارت الرميحي إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني شرعت في اتخاذ الخطوات الإجرائية لإصدار القرارات الوزارية لاستحداث الاشتراطات التي تكفل البدء في تطبيق المعايير الجديدة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي استجابة للتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وثمنت الوزيرة الرميحي موافقة مجلس الوزراء على مقترح تنظيم شهادات الترشيح للاستفادة من خدمات التمليك، وذلك بالاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري قبل منح المواطن شهادة الترشيح، والذي يهدف إلى اعتبار الشهادة وثيقة أولية لمرحلة التخصيص دون أن يتأثر صاحب الطلب بتغيير معايير الدخل الشهري لاحقا. وأشارت الوزيرة في ذات السياق إلى أن تنظيم شهادات الترشيح يشمل في شقه الثاني من التعديل عدم النظر في تجاوز الأبناء المدرجين في الطلب لسن 21 عاما في حال حصول مقدم الطلب من الفئة الثانية على شهادة الترشيح، حيث لن يتم تحويل الطلب المرشح إلى أحد الأبناء في هذه الحالة. وأكدت الوزيرة رميحي أن إجراء هذه التعديلات على أحكام القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان يأتي بالدرجة الأولى بهدف توفير السكن للأسرة البحرينية واستيعاب الفئات والحالات المختلفة من المجتمع، موضحة بأن هذه التعديلات ستسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين ومواصلة تقديم المزيد من البرامج والتعديلات التي من شأنها التجاوب مع اقتراحات المواطنين والسلطة التشريعية.